هما ليه العرب سايبين مصر لوحدها في وش المدفع وعارفين ظروفنا الصعبة؟ وليه سايبين السيسي يواجه لوحده مخاطر الأمة العربية كلها؟ وليه لما تحصل مصيبة كبيرة يقولك مصر فين؟ وإيه اللي هيحصل لو السيسي رفع إيده وساب الفوضى تعم المنطقة ومصير الخليج هيكون إيه؟ بانكير نبض البنوك. مفيش شك ان الايام اللي احنا فيها دي من اخطر الايام في تاريخ العرب كلهم، ولو على مصر فهي قادرة تحمي نفسها وتقطع الايد اللي تفكر تتمد لاي شبر على ارضها، لكن الازمة ان في بلد عربي بيتم ادارته حرفيا بمباركة من الولايات المتحدة واوروبا تحت زريعة الدفاع عن النفس، ومعروف برضو ان مصر بتتصدى بقوة لمخططات شيطانية في المنطقة بتسعى لتصفية القضية الفلسطينية قضية العرب الرئيسية في وقت بتعاني فيه من ازمة اقتصادية، والغرب ومؤسسات التمويل والتصنيف بتضغط على الحكومة بشدة عشان تضعف موقف مصر المساند للقضية الفلسطينية وتخف ايديها شوية عن انتقاد الكيان الإسرائيلي ومساعدة الفلسطينيين وتبني مأساتهم. مصر مش طالبة مساعدات ولا منح ولا ودايع، لكن طالبة استثمارات قوية وحقيقية تساعدها على العبور من أزمة الدولار والتضخم وتساعدها تقف صلبة قدام الغطرسة الإسرائيلية. وده سهل جدا على فكرة على الأشقاء في الخليج وصناديقهم السيادية الضخمة اللي كل يوم بتعمل صفقات خرافية في الأسواق العالمية الأمريكية والأوروبية، وفي وقت الصين والهند واليابان بتضخ استثمارات في مصر بأرقام كبيرة. في مارس 2022 محمد بن سلمان ولي العهد السعودي كشف أن السعودية بتستثمر 800 مليار دولار في أمريكا و120 مليار دولار في الصين. وصلت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأمريكية في نهاية شهر يونيو الماضي ل 220.19 مليار دولار، في وقت حجم استثمارات السعودية في مصر 32 مليار دولار أول عن آخر. وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 5.7 مليار دولار خلال عام 2022 في الوقت اللي بتستثمر فيه 70 مليار دولار في أمريكا، وبلغت أصول استثماراتها في الخارج حوالي 7 تريليون درهم. طبعا احنا مش ضد ان اي دولة عربية تستثمر في الخارج وتنمي مواردها المالية، لكن مصر في نفس الوقت عندها فرص استثمارية مميزة جدا بحكم الموقع الجغرافي وتنوع الانشطة الاقتصادية والحوافز اللي بتقدمها لكل دولة. الكلام هنا عن المسؤولية العربية تجاه دول المواجهة والخليج اللي عنده صناديق سيادية بمليارات الدولارات، وصناديق دي بتدير اصول استثمارية بحوالي 4 تريليون دولار في العالم. وعلشان قوة العرب واستقلالهم الاقتصادي في وش الهيمنة الاقتصادية الأمريكية بقى واجب ومش اختيار على الصناديق الخليجية إنها تستثمر في السوق المصري، والصناديق العربية هتكسب كتير جدا زي ما هتكسب الشركات الصينية والهندية واليابانية والأسبانية اللي غزت مصر في الفترة الأخيرة. وبلغة الاقتصاد والمكاسب والخسارة، لو مصر سابت إيديها من اللي بيحصل في المنطقة النتيجة هتكون كارثة اقتصادية على كل المنطقة بما فيها الخليج، وأسواق الأسهم والشركات هتنهار، وهيبقى فيه فوضى في سوق النفط، والعرب مش هيعرفوا يرفعوا السعر لأن ساعتها أمريكا مش هتسمح بده، والخسارة هتكون بالمليارات على الكل. يعني من الآخر الموقف المصري بيحمي الثراء الخليجي وحالة الاستقرار، وحط مليون خط تحت حالة الاستقرار، لأن الأمور لو خرجت عن السيطرة في المنطقة الخليج مش هيكون بعيد عن الفوضى والغضب الشعبي اللي كلنا عارفين هيكون إزاي. أنا أشرقة أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.